رجعنا لكم مره ثانيه ولسه مكملين معاكم حلقتنا. وصلنا دلوقتي لفقره المناوره. الحقيقه بما اننا لسه خارجين من موسم امتحانات الفصل الدراسي الاول ويمكن لسه في ناس مكمله وما خلصتش، بنتمنى لهم طبعا كل التوفيق ويخلصوا على خير. بس الحقيقه من متابعتنا لجروبات الامهات سواء على السوشيال ميديا او من حوالينا لقينا ان في مشكله مشتركه بيعانوا منها كلهم، وهي الولد اللي مش عايز يذاكر او بنتي عندها امتحان بكره وقاعده بتلعب، وانهم بيقعدوا يجروا وراهم عشان يذاكروا ويهتموا بالامتحانات. طبعا انت اكتر واحده عارفه، انت عندك حسن ما شاء الله ما شاء الله حبيب قلبي. الحقيقه انه ده اميره خلانا نسال نفسنا ليه الاطفال دي بقى عندهم حاله من اللامبالاه في المذاكره والامتحانات. ده هيوصل الطلاب والاب والام لفين؟ اسئله مهمه يعني اكيد. ليه بقى انا عايزه اعرف ليه. الصراحه المشكله دي بتعاني منها كل ام في فتره امتحانات وقبلها وبعدها كمان. عندكم انا مثلا اهو ام والله وعايشه الحاله دي، وعايزه اقول لك مفيش طالب صغير او كبير من وجهه نظري بيحب المذاكره وتوتر الامتحانات، ده طبيعي. لكن الحقيقه حال الولاد اتغير كتير جدا. يعني انا افتكر زمان ان شاء الله على ايامنا كده كان عندنا احساس بالمسؤوليه تجاه اهلنا ومدرستنا، والامتحانات كان ليها هيبه كده بجد، ما كناش بننام صبح ولا ليل. يعني انا امي الله يرحمها كانت تقعد تقول لي يا بنتي كفايه مذاكره، قفاكي هيتعبك من كتر المذاكره. بجد دلوقتي الولاد بقوا بيستهزأوا اصلا بفكره الامتحانات، كل حاجه بالنسبه لهم بقت سهله وبسيطه، لدرجه انهم بقوا مثلا يقول لك هو ايه اللي هيحصل يعني لو ما روحتش الامتحان مثلا عادي، يعني لو ما جبتش درجه حلوه ايه اللي هيحصل. في الحقيقه لازم الاهالي والمدارس بكل انواعها يبقوا مدركين المشكله دي، لانها بجد ممكن في النهايه توصلنا لمرحله خطر جدا. يعني انا من ضمن المشاكل الهند اللي انا بواجهها في حياتي ان يبقى الامتحان بكره، والله بكره. يعني ابني يعني واحد من ولادي يعني عشان ما اظلمش برده، في واحد بيذاكر قوي، في واحد ما بيذاكرش. ليه حبيب ماما ما بتذاكرش؟ هذاكر، هو اليوم خلص ان شاء الله بقى. هو اليوم خلص فدي حاجه انا بجد مش قادره افهمها. يعني ايه اهتماماتهم في الحياه يا رب؟ نسيب الحلقه بقى ونقعد نشوف حسن شكلي يا جماعه، انا عندي مشاكل محتاجه حد. يعني ايه اهتماماته في الحياه؟ يعني ايه اللي يخليه مش عايز يذاكر؟ مش عايز، ما عندوش هدف تقريبا. ليه؟ احنا هنعرف ده. انا عايزه حل الموضوع، هنحلها ان شاء الله يا استاذه اميره. لكن احنا برضو خلينا نقول ان احنا ما ينفعش نلوم الطالب لوحده طبعا، خصوصا ان بقى في ملهيات كتير قدامهم بيفكروا فيها قبل المدرسه والمذاكره والامتحانات، زي مثلا يا اميره الموبايل، التابلت، الفيديو جيمز، عندهم عوامل كتير قادره ان هي تشتتهم وتلفت انتباههم. في نفس الوقت مش هيكون في حل واقعي وعملي ان احنا نمنع الحاجات دي عنهم، لان احنا في عصر التكنولوجيا. يعني خلينا نقول انه في اصلا امتحانات بتكون على التابلت، تكنولوجيا موجوده في حياتنا ومعتمدين عليها في كل حاجه. عشان كده لازم نفكر في طرق جديده، طرق جديده مش تقليديه نحب بيها او نحبب ولادنا في المذاكره والتعليم، وان مش لازم يعني مش لازم يحبها. يعني انا شايفه ان انت مش لازم تحب المذاكره، انت لازم تعرف تتعامل مع الوضع، تعرف تتحمل مسؤوليه حتى لو طفل، علشان لما تقولي له عنده امتحان بكره يقدر انه يستوعب ده. يعني انا بشوف انه الاطفال محتاجين يحسوا بمسؤوليه انه انا لازم اذاكر عشان. بصي كلامك مهم جدا جدا، وعشان كده يعني يمكن نصيحتي للناس لا تربوا اولادكم كما رباكم اباءكم، يعني فقد خلقوا في زمن غير زماننا. يعني الزمن اتغير، وانا بقول كده لنفسي على فكره، والمناهج اتغيرت والمدارس وطرق التعليم وكل حاجه ما بقتش زي ما كانت زمان. ما كانش عندنا امتحانات التابلت دي خالص ولا منصات تعليم الكترونيه، كانش في حاجات كتير. عشان كده لازم كل اب وام يواجبوا التطور ده والمجهود اللي كانوا اهلنا بيبذلوه، مع ان انا بجد بجد واحده من الناس، اهلي ما كانوش بيبذلوا مجهود، انا كنت شغاله لوحدي. احنا بقى في الجيل ده مضطرين ان احنا نبذل اضعاف المجهود اللي كان اهالينا بيعملوه علشان نقدر نفهم دماغ ولادنا وطرق تفكيرهم. لازم يكون في سيستم مبدئيا يناسب روتينهم اليومي ودماغهم والانشطه اللي بيعملوها ويلتزموا بيه. مش عارفه بصراحه ينفع الاهالي ترجع كده زي زمان. فاكره لما كان الاب كده يقعد جنب ابنه زي كده الفنان عبد المنعم مدبولي، يقعد جنب ابنه كده في فيلم يا رب ولد ويمسكه جنبه كده عشان يذاكر له. ماما كانت بتعمل كده على فكره. انا مع حسن بعمل كده.
يعني ما يعني بس بكل هدوء اعصاب يعني بجيبه جنبي كده لان هو مش نافع معايا غير كده. مامتي كانت بتعمل كده، كانت بتقعدني انا واختي اصغر مني بسنه، تقعدنا كده هتذاكره. ملهاش حل. هي كانت بتحب المذاكره وانا ما كنتش بحب المذاكره. انا بحس ان الاطفال ما بيحبوش المذاكره دول بيطلعوا ناجحين، فان شاء الله احنا هنشوف مستقبل. انا متفائله خير ان شاء الله. يعني خلينا اخد من كلامك واقول انه فعلا يا ريت اللي انت بتقوليه ده يحصل، لانه الاولاد محتاجين الاهتمام من النوع ده. بالظبط. ممكن ما يتقبلوش ده في البدايه لكن لازم يتعودوا، بس لو هنعمل كده يبقى من غير بصراحه زعيق، من غير الادوات الثانيه اللي هي بنجري وراها، ممكن ادوات يعني لا داعي لذكرها. كل طريقه هتستخدموها مع ولادكم هتاثر عليهم بشكل ما بطريقه ما، لازم نبقى فاهمين كويس قوي شخصيه ولادنا، طريقه التعامل معاهم في المذاكره والتعليم، واحنا هنتكلم عن ده بالتفصيل بشكل علمي اكتر من احنا يعني نتكلم كلام كده، نتكلم ان شاء الله فيه بشكل علمي اكتر، ولكن بعد الفصل.